خلينا بقى نروح دلوقتي لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا نورهان طبعا تابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. نورهان صباح عليك أنا وكريم، صباح الخير تفضل. صباح الخير يا نهاوند وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم ونطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. أول خبر معانا من موقع اليوم السابع وبعنوان بعثة منتخب مصر تعود من قطر ظهر اليوم بطائرة خاصة بعد المشاركة بكأس العرب. تعود بعثة منتخب مصر إن شاء الله النهاردة أو ظهر اليوم وتحديدا في الثانية ظهرا بعد المشاركة في بطولة كأس العرب اللي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وتوج منتخب الجزائر طبعا بطلا للكأس. طبعا منتخب مصر حصل على المركز الرابع ومن المنتظر أن يحصل على مكافأة 24 مليون جنيه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد حصوله على المركز الرابع. أما بقى تاني أخبارنا ومن موقع في الجول، قائمة الرجاء أحداد وثلاثي المغرب في كأس العرب يواجهون الأهلي بالسوبر الإفريقي. أعلن الرجاء المغربي قائمة الفريق اللي المنتظر إن شاء الله أنها تواجه النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة أيضا. وشهدت القائمة تواجد ثلاثي المغرب اللي شارك في بطولة كأس العرب مع المنتخب المغربي وهم كل من أنيس الزنتي ومحمد نهيري وعبد الإله الحفيظي، وبالإضافة إلى مشاركة نجم نادي الزمالك السابق حميد أحداد ودخوله في قائمة الفريق. وثالث خبر معانا من جريدة الرياضية السعودية ونروح لأخبارنا العالمية، والنجم روبرت ليفاندوفسكي لسه بيواصل تحطيم الأرقام القياسية في عام 2021، والرياضية السعودية كان عنونت يعني خبر عن ليفاندوفسكي ليفا شعار تحطيم الأرقام لا ينحني. كان ليفاندوفسكي حطم شعار او حطم رقم القياسي للالماني يعني جيرد مولر اسطوره بايرن ميونخ وسجل هدفه رقم 43 في بطوله الدوري الالماني، وكان مولر سجل 42 هدف في بطوله الدوري الالماني عام 1972، وكان ليفاندوفسكي حطم هذا الرقم في المباراه الاخيره لبايرن ميونخ امام فولفسبورغ ضمن منافسات الجوله ال 17 ببطوله الدوري الالماني. واخر خبر معانا من جريده الشرق الاوسط، ثلاثي القمه سيتي وليفربول وتشيلسي في مواجهه نيوكاسل وتوتنهام وولفرهامبتون اليوم. يحل مانشستر سيتي المتصدر ومتصدر جدول مسابقه الدوري الانجليزي ضيفا على نظيره نيوكاسل الساعه 4 ان شاء الله، وكمان صاحب المركز الثاني فريق ليفربول هيواجه توتنهام الساعه 6:30، اما تشيلسي فده صاحب المركز الثالث ويحتل المركز الثالث في جدول مسابقه الدوري الانجليزي هيقابل ويلفرهامبتون الساعه 4. طبعا كل تمنياتنا للنجم المصري محمد صلاح بتحقيق يعني خطوه جديده وارقام قياسيه جديده مع فريق ليفربول، كمان تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى مع الريدز. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. وإحنا كمان نشكرك جدا على هذه التغطية نورهان.